رب يعطيكم العافية. في قصة طفل صغير دخل على محل حلاقة، فهمس الحلاق للزبون وقال له هذا أغبى طفل في العالم، شوف شو بدي أسوي لك وأثبت لك ذلك. حط في إيده 25 قرش، أو والإيد الثانية فيها دولار، ونادى الولد وعرض عليه المبلغين. أخذ الولد طبعا 25 قرش ومشى. قال له الحلاق: أنا مش حكيت لك إنه هذا أغبى ولد في العالم؟ ما بتعلم أبدا، كل مرة بيجي وبكرر نفس الشغلة. لما خرج الزبون من المحل، قابل الولد خارج المحل مع بعض الحلوى يعني شاريها منها. فدفعته الحيرة انه يسأل هذا الولد، راح عليه وسأله: ليش كل مرة بتاخذ 25 قرش؟ فقال له: كل مرة وما بتاخذ الدولار او الدينار. قال الولد: لأنه في اليوم اللي حاخد فيه الدينار أو الدولار سوف تنتهي اللعبة. طبعا هون أحيانا إحنا بنعتقد إنه بعض الناس أقل ذكاء وما بيستحقوا التقدير، لكن الحقيقة اللي بيفعلوه هو أو الواقع هو شيء آخر، إنهم أذكياء وإحنا بنستصغرهم عن جهل منا. فمش لازم نحقر إنسان ولا نستصغر هذا الشخص ولا نعيب مخلوق. الغبي فعلا هو من يظن أن الناس أغبياء. الله يوفقكم ويعطيكم ألف عافية، ويبعد عنكم برد الشتاء اللي عندنا. ديروا بالكم.